بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد من برنامجكم المعرفي الموسوعي الدر المنثور، نفيء فيه كما جرت العادة إلى درر أربع: قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية. نفيء إلى ظلالها، نقبس من سناها، نحاول أن نتدارس العلم والمعرفة والإيمان معكم، سائلين الله التوفيق وعليه نتوكل، وبسمه نبدأ إلى أولى الدرر، الدرة القرآنية. الدرة القرآنية في هذا المساء المبارك سنشرح أو سنتأمل فيها ومن خلالها قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. معركة بدر كانت معركة فاصلة في الإسلام. في هذه الآيات المباركات نحن نعنى أكثر ما نعنى بالآية الثالثة، لكن لوجود التناسب ما بين الآية الثالثة والآيتين اللتين سبقتها نعمد إلى هذا الشرح الموسع. فنقول الله جل وعلا يأمر عباده بأسباب النصر، فيقول تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي فئة محاربة، فاثبتوا. المراد بالثبات هنا أن لا تحدث النفس نفسها، أو لا يحدث المرء نفسه بالتولي والفرار، فيكون دخول المعركة بالعزيمة والتوكل على الله وتحديث النفس بالبقاء والثبات أملا في النصر أو الشهادة. أما الإقدام والإحجام والكر والفر في ميدان المعركة نفسها بما لا يخرج المحارب عنها، هذا كله ليس منهيا عنه، فلا يفهم من الثبات الوقوف في مكان واحد، هذا لا يقول به عاقل في مثل هذا السياق. وهذا يدل على أن الإنسان العاقل اللبيب إذا أراد أن يعرف كلام المتكلم ويفقى عنه كلامه، لا بد أن يرى فيما قال ولما قيل والسياق الذي قيل فيه، فهذا كله يعين على فهم الكلام. فقول ربنا جل وعلا: فاثبتوا، لا تحدثوا أنفسكم بالتولي والزعف، فإنكم مختلفون عن غيركم، وراءكم إما النصر وإما الشهادة، فالمؤمن على كل حال منصور، إما بأن يحشر مع الشهداء وإما أن يرزق النصر وقد يكتب له الشهادة بعد حين. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك إلى عامل معنوي عظيم وهو ذكره جل وعلا، قال: واذكروا الله كثيرا. ولا ريب أن المؤمن مأمور بذكر الله على كل حال، لكن ذكر الله يتأكد في ساعة المعركة، لأن الإنسان إذا ذكر الله كثيرا في أرض المعركة عظمه، وإذا عظم ربه هان عليه ما يلقى، فتصبح الروح، فتصبح الأرواح والأنفس والأموال والأعضاء كلها سهلة هينة على المرء في أن يقدمها إجلالا لربه تبارك وتعالى. يهون عليه كل شيء إذا علم بعد ذلك أن وراء ذلك الفوز العظيم والأجر الجزيل من رب العالمين تباركت أسماؤه. وذكر الله جل وعلا كما هو معلوم أنس السرائر وحياة الضمائر، وهو يوم القيامة أقوى الذخائر. قال ربنا جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله، دعوة إلى اللحمة، دعوة إلى السمع والطاعة وإلى جمع الكلمة وعدم الشتات. لهذا قال بعدها: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يكنى بالريح عن أشياء عدة، منها الدولة والقوة والنصرة والجرأة وحظ الإنسان وسعده، ومنه قول القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. موضع الشاهد من البيتين قوله: إذا هبت رياحك، أي حظك سعدك وضعك. فالمقصود بقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خوف من ذهاب أمرهم وشتات دولتهم وزوال سلطانهم. فالسمع والطاعة واللحمة كل ذلك مما يعين على ذلك. وقوله جل وعلا: واصبروا، كل الأمور لا بد لها من مطيتين: الصبر وقبله التقوى. ومن رزق التقوى والصبر ظفر، ومن رزق التقوى والصبر ظفر. قال الله جل وعلا: إن الله مع الصابرين. نأتي للآية التي جعلنا هذا القول على عجالة تمهيدا لها. قال ربنا: ولا تكونوا. فالأول في أمر بالفعل، وهنا أمر بماذا؟ أمر بالترك. والأمر بالترك قطعا يستوجب فعلا مغايرة،
فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. والمقصود بإجماع العلماء كفار قريش. ذلك أن أبا سفيان لما مر بالقافلة من الشام إلى مكة مر بها عن طريق المدينة جبرا، لأن الطريق من الشام إلى مكة يمر بالمدينة. فلما سمع بها المسلمون وخرجوا إليها، قبل أن يصلوا إليها قدر لأبي سفيان ليقضي الله أمرا كان مفعولا أن ينجو بالقافلة. لما نجا بالقافلة كان الباعث الظاهر لخروج القرشيين هو حماية القافلة، لأن ابن الحضرمي لما جاءهم واستدعاهم وكان أبو سفيان قد بعث به فحثهم على الخروج، فخرجوا ينصرون قافلتهم. فما خرجوا من أصله إن كانوا صادقين أصبح ناجيا. فأمرهم أبو سفيان أو أرشدهم أو كان رأيه أن يعودوا. فقال أبو جهل يومها متكلما قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، المكان المعروف الآن وكان اسم ماء آنذاك، حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. هذا كان المنظور الذي نطق به أبو جهل. قال ربنا جل وعلا يخاطب المؤمنين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يقصد مكة، بطرا ورياء الناس. البطر الطغيان في النعمة مع عدم شكرها، الطغيان في النعمة مع عدم شكرها. ورياء الناس هو إظهار الشيء الجميل لهم مع إضمار القبيح، إظهار الشيء الجميل للناس مع كتمان القبيح أو إخفاء القبيح. هذا الأمر يجعلك تستدعي سؤالا، ما الفرق ما بين الرياء والنفاق؟ أكثر أهل العلم يقول إن النفاق في أصله إبطان الكفر وإظهار الإيمان، وأما الرياء فهو إبطان المعصية وإخفاؤها وإظهار الطاعة، فيفرق ما بين هذا وهذا. قول الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، لما قال بطرا ورياء الناس جاء بالأسماء، لأن بطر مصدر ورياء مصدر اسم. لما جاء بالصفة الثالثة قال رب العالمين ويصدون عن سبيل الله. يبقى الإشكال المعرفي الذي نحاول أن نبينه هو قضية لما لم يقول الله ولا ملزم على الله في غير القرآن صادين عن سبيل الله، يعني بطرا اسم مصدر ورئاء مصدر، لما لم يقل مصدرا مثلها، لما جاء بالفعل؟ تحرير الجواب عن هذا أن يفقه أولا ما يلي: الأسماء وبالتالي الجمل الإسمية تدل على الثبات والاستقرار، والفعل والجمل الفعلية يدل على التجدد. يفقه بعد هذا التأصيل النحوي يفقه ماذا ما يلي من الآية: يفهم أن أبا جهل والقرشيين الذين معه كان البطر والرياء فيهم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء متأصل فيهم، حب الكبر، حب الظهور، حب أن يرى الناس منهم ما ليس فيهم، هذا شيء متأصل لا علاقة له بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما يصنعونه في كل أمرهم مع النبي عليه السلام ومع غيره. أما قول الله جل وعلا ويصدون عن سبيل الله، فإن الصد عن سبيل الله ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم إلا بعد أن نبئ وبعث صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا جاء به على هيئة فعل، وجاء بالأولين على هيئتي اسم، قال بطرا ورياء الناس، هنا قال ويصدون عن سبيل الله، ثم قال ربنا والله بما يعملون محيط. في قوله جل وعلا بطرا ورياء الناس تعليم للأمة أن الإخلاص مطلب عظيم لكل أحد، للعابد في محرابه، والمجاهد في ساحة المعركة، والمعلم في فصله، والواعظ في منبره، والإمام في محرابه، لكل أحد بلا استثناء لا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى حتى يقبل ذلك العمل منك. هذا ما تيسر إراده بإجمال حول قول الكبير المتعال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وبينا ما أمر الله به عباده أن يتحلوا به وما أمر الله عباده أن ينأوا بأنفسهم عنه.
نفي أيها المباركون الآن إلى الدرة الحديثية. الدرة الحديثية اليوم تتحدث عن حديث ذائع على ألسنة الناس، هو حديث صحيح لكن فيه معاني زاخرة خفية، لأن الناس في الأحاديث الشهيرة إنما يأخذون ما ظهر منها، بمعنى أنهم يكتفون بها ولا يسعوا إلى أن يتوغلوا إغالا محمودا في أن يقبسوا من سناها. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فسأله قال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وكمل به 100. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله: هل لي من توبة؟ قال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك البلدة التي أنت فيها وهاجر إلى بلدة كذا وكذا، فإن فيها عبادا صالحين يعبدون الله، فإن بلدتك بلدة سوء. فرحل، فأدركته المنية في منتصف الطريق فنأى بصدره كما جاء في بعض النقول عن الحسن، فأدركته المنية في منتصف الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاءهم ملك الموت في صورة آدمي فقبلوا به أي قاضيا، فقال: قيسوا ما بين القريتين، فوجدوه أي الرجل الميت أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها بكذا أي بشيء يسير، فأخذته ملائكة الرحمة. قال قتادة رحمه الله: عن الحسن البصري وبلغنا أنه كان ينأى بصدره أي الرجل وقت أن مات إلى القرية التي هو مهاجر إليها. هذا الحديث أعظم ما يدل عليه عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن باب التوبة مفتوح. وفي الخبر الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا المنهل، هذا المجتنى من هذا السياق ظاهر، لكن إذا أردنا أن نأخذ الحديث تفصيلا فإننا نقول: هذا رجل ابتلي بحب القتل وعدم التحرز عن إراقة الدماء، ويظهر أن قوة في جسده كانت تعينه، لأن القتل آنذاك لم يكن إلا باليد وما تحمله اليد من مطاوي وأمثالها، ولم يكن شيء آخر مثل تقنيتنا اليوم يعين على القتل، فالقوة الجسدية في ذلكم الزمان كان لها دور وقوة. قال الله جل وعلا عن طالوت: وآتاه بسطة في العلم والجسم، حتى قدر له أنه يقتل 99. من باء بمثل هذه الآثام لا يمكن أن يشعر بالحياة السعيدة، سيصبح في ضنك من العيش وضيق من الحياة، فما زالت نفسه تلومه ويشعر بما يشعر به من سفك الدماء، لأن سفك الدماء محرم في الشرائع كلها كما دلت عليه آية الفرقان. هنا أخذ يبحث عن ملجأ، عن مخرج، فلما أراد أن يبحث عن ملجأ ومخرج هو يعلم عظيم الذنوب الذي أتاها، فكان طلبه يقول يسأل عن من؟ عن أعلم أهل الأرض، هو لا يريد عالما عاديا، يبحث عن أعلم أهل الأرض لأنه يعلم أنه قد ارتكب جرائم كثر تنوء بها الجبال، لكن الذين طلب منهم أن يدلهم على أن يدلوه على أعلم أهل الأرض دلوه على راهب. والأصل في الراهب أمران: كثرة العبادة مع الانقطاع، وغالب هؤلاء الرهبان قليل علم، فلما دل على الراهب ذهب إلى الراهب عرض الأمر
قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ الراهب الآن ينطلق في جوابه لا عن علم لكن عن حياته هو، فهو لا يكاد يتصور أن أحدا يخالط الناس إلى درجة أنه يقتل 99 نفسا ثم يسأل هل من توبة، لأنه لما الراهب يرجع إلى نفسه يرى أنه هو قد انقطع عن الناس وأصبح في انقطاع عنهم. لاحظ أن هذا الانقطاع جعله حتى لا يحسن كيف يجيب، يعني هب أن هذا الراهب كان مقتنعا أن لا توبة له على حدود علمه، كان من المعقول المفترض من الوعي أن لا يقول له مباشرة وهو يعلم أنه قتل 99 نفسا من قبل ورجل له طرائق وقدم في سفك الدماء، لا يقول له لا مباشرة، كان يحتاط حتى في الإجابة، يعني يقول له لا بطريقة أخرى، ائتني غدا، يبعث له برسول يأتي بحرس، يعني يبحث عن طريقة غير مباشرة. ولهذا لم يفطن الراهب إلى هذا، لأن حياته الاجتماعية منقطعة عن الناس، ولهذا كلما كان الإنسان قريبا من الناس كان قادرا على أن يقودهم ويسوقهم، أما الذي في نأي عنهم علميا ومعرفيا وعرفيا واجتماعيا بعيد جدا أن يعان أو أن يفقه كيف يعرف أحوال الناس. وانظر إلى الخضر ماذا كان يقول لموسى، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وبينهما قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، كلها حياة الناس الاجتماعية. فهنا الراهب مباشرة بادي الرأي قال لا، فلما قال لا لرجل هو أصلا قد دب إليه اليأس، فزاده الراهب يأسا وقنوطا من رحمة الله ألا توبة إليك، ماذا صنع به الرجل؟ قتله. لما قتله وكمل به المئة عاد إلى ما كان يشتكيه، لأن الأثر الذي في قلبه لم يرتحل بعد، والضيق الذي يشعر به لم ينزع عنه، والكسوة التي كان يراها كان يرتديها من الآثام لم تخلع عنه بعد، فعاود السؤال يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، وكأن الذين كانوا يدلونه تنبهوا فدلوه على عالم. لما دلوه على عالم ومكث بين يدي وقال له إنني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة، انظر إلى جواب العالم، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، قالها أولا، يعني لم يتريث، لا يحتاج أن أراجع كتابا أو أن أتذكر آية من الآيات التي نزلت قبل القرآن في التوراة أو في الإنجيل بحسب حال ذلك الرجل، وإنما قال أول الرأي، قال ومن يحول بينك وبين التوبة. إن العلم الذي جمعه العالم عبر السنين هو الذي جعله يقدر على أن يجيب بسرعة. وهنا نمكث في مسألة، وهو أن البعض لا يفرق ما بين المسائل التي عرضت كثيرا ودرست، بدهي جدا أن العالم يجيب عليها من غير تلكع من غير تردد، بخلاف المسائل التي لم ترد مما يسمى مثلا بالنوازل. ولهذا لا نقول إن العلماء عجلين، إن العلماء عجلون، إن العلماء يتسرعون، لكن ننظر إلى المسألة، فإذا كانت خبرة العالم في تلك المسألة قد قرأ فيها كتبا وسهر فيها ليالي، فبدهي جدا أن يجيبك أول ما تسأله. لكن إذا كان ذلك العالم المسألة بالنسبة له نازلة، حق له أن يتريث وليس ملزما أن يجيبك في أول الأمر. المقصود قال ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم إن هذا العالم لم يكتفي بدوره العلمي وهو الجواب، وإنما أخذ يرشد، قال ولكن أترك القرية التي أنت فيها، فإن قد تعودت على أهلها. هو لا يريد أن يقول هذا مباشرة، لكن هذا ما يحتمله قوله، فإنها بلد سوء، واذهب إلى قرية كذا وكذا، دله على قوم صالحين. ولا ريب أن صحبة الصالحين ورؤية الأخيار من أعظم ما يعين على الطاعة. مثلا من يكتب له السفر، صحيح أنه بعض الفقهاء لا يرى أن صلاة الجماعة في حقه تصبح لزاما كالمقيم إن كان يسكن في فندق أو يسكن في ما يسكن فيه عادة، لكن العاقل ولو علم أن بعض العلماء يرخص في هذا، لكنه لنفسه لقلبه يغدو إلى المسجد على الأقل صلاة الفجر وصلاة العشاء صلاة المغرب، حتى يرى الصالحين وهم يغدون إلى المسجد وهم يصلون وهم يركعون وهم يقرؤون القرآن، فإن لهذا أثرا حميدا في نفسه. وأذكر
إحدى الأخوات الفاضلات كلمتني ذات مرة من دولة خارج المملكة وهي برفقة مريضة لها رحمها الله تعالى وغفر لها، فكانت تقول في أسئلة عدة فقهية، لكن مما قالته قالت: لا أحزن على شيء في مقامي هذا، حزني على أنني لا أسمع صوت المؤذن، فصوت المؤذن في البيوت يحيي الطاعة يحيي الإيمان. قد يكون الرجل أو المرأة أو الفتى أو الفتاة في حالة غضب في البيت، فإذا بالمؤذن يؤذن كم من السكينة تنزل وينزل على القلب، على الأقل يقطع ما هو فيه ويترك ما هو بيديه ويأخذ يردد مع المؤذن، فهذا كله عون على الطاعة ومدن إلى رحمة الله جل وعلا ومقرب إلى فضله تبارك وتعالى ورحمته. نقول أرشده أن يذهب إلى قرية. هذا الرجل صادق في التوبة، فمنذ أن أخبره العالم بالهجرة بادر بها، فلما هاجر يؤم القرية التي نعتت له أدركته المنية، والله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكنه إذا صحت رواية الحسن كان يشعر بأن يبذل أقصى ما يمكنه للقرب من تلك القرية، فناء بصدره. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نسأل الله حسن الخاتمة حسن العاقبة، وأن نكون إذا متنا في رحمته جل وعلا. نعود فنقول: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل فرقة من الفرقتين أدلت بحجتها، والحياة قائمة على الحوار على الحجج على إظهار البينات. قالت ذكرت ملائكة العذاب الآثام التي سلفت وهي صادقة، وملائكة الرحمة ذكرت أنه تائب وأنه ذاهب إلى قرية أخرى مهاجر يريد أن يتوب إلى الله. فجاء ملك الموت في صورة آدمي فقال: قيسوا ما بين القريتين. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوا أنه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها، يعني بشيء يسير، جاء في بعض الروايات شبر أو ذراع أيا كان. فأخذته ملائكة الرحمة، وهذا يدلك أيها الأخ المبارك على عظيم رحمة الله جل وعلا وكرمه تبارك وتعالى. فانظر هؤلاء الذين قتلهم هذا الرجل، إن كان قتلهم ظلما وعدوانا وكانوا صالحين فقد ماتوا شهداء، وهو نفسه تاب الله جل وعلا عليه. فسبحان ربك يقلب القلوب كيف يشاء ويحكم في خلقه بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هذه هي الدرة الحديثية، تحدثنا عنها بعد الدرة القرآنية، إن كان ثمة أسئلة وإلا نزدلف إلى الدرة الثالثة. الأخ طارق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير وسعيد سمع صوتك، الله يحفظك. الله يحييكم، لو الصوت ترفعه قليلا يا أخ طارق. إن شاء الله. طال عمرك، بس عندي بس سؤالين الله يبارك فيك. أي فيه طال عمر، فيه سمعت عن آية، في آية آخر آية، ترى الصوت ما هو واضح جدا، أرفع الصوت. والله أنا مو من عندي والله يا شيخ، لكن تفضل. آية، في آية في القرآن: وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم نعم. وفيه آية اللي في سورة تبارك: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. سمعت ان هذه يعني اغلب الرقاة يقرؤون هذه بحجه انها يعني مقصود بها يعني تقرا على المصاب بالعين. نعم نعم. هذا السؤال يا شيخ، انا ما ادري هل هذا صحيح ام لا. ابشر يا اخ طارق. في تفضل تفضل. انقطع الصوت. طيب نجيب عن سؤال الاخ طارق. الأخ طارق يسأل وفقه الله عن قول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وقول الله تبارك وتعالى في سورة التبارك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. قال الله تبارك وتعالى: ينقلب إليك البصر وهو حسير.
بعد أن ذكر أوبته وعودته مرتين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول الساعي الطارق إن هذه الآيتين يقرأها كثير من الرقاة على من يغلب على ظنهم أنه مصاب بالعين. أما الآيات سورة تبارك فلا علاقة لها بالعين البتة، فلا علاقة لها بالعين البتة، لأن المخاطبة هنا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أن القرآن أنزل عليه، وإنما المخاطب أصلا كل من يقرأ القرآن، وليس لها علاقة بالعين لا من قريب ولا من بعيد، ولا ينصح بأن تقرأ على من يغلب على الظن أنه مصاب بالعين. أما قوله وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، فإن الإجابة عليه طويلة بعد أخذ سؤال الأخ أيمن. تفضل يا أخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير الشيخ صلى على هذا البرنامج الرائع. وعندي سؤالين. تفضل. أولهما يا شيخ، ما هو أو عفوا ما هي الآيات التي تقرأ إذا أصاب الإنسان هم أو غم، يعني آيات يعني تكون في الحزن كيف؟ في الحزن قصدك؟ أي الحزن أو يكون مهموم أو الله يقصده. نعم. السؤال الآخر، هل من لفتة إيمانية شيخ عن حول الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ أبشر يا أخي، جزاكم الله خير. ظاهر سؤال الأخ أيمن. نعود لسؤال الأخ طارق حول قول الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ذهب بعض أهل التفسير إلى أن المقصود به العين، ونازع في هذا بعضهم مثل ابن قتيبة رحمه الله، وعلى أن الآية لا علاقة لها بالعين، ولعل هذا والعلم عند الله أرجح، لأن العائن يرى رؤية إعجاب، وقول الله جل وعلا ليزلقونك بأبصارهم لا يدل على الإعجاب، وإنما غالب الظن في الاستعمال والنظم القرآني هنا على أن المراد أنهم ينظرون إليك شزرا، ينظرون إليك نظرا بحدة، نظرة من يبغضك، نظرة من يكرهك، نظرة من لا يريدك. فهم لما عجزوا خاصة في زمن حياة أبي طالب أن يصلوا إليك بقواهم، إعجاب، نظرة فيها شيء من الدهش، من الدهشة. قد يقول قائل إن القرآن عظيم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه ويتلوه، وكان مؤثرا في القرشيين، ويحتج مثلا بخبر الوليد بن المغيرة، هذا آخره صواب، لكن النظرة القرشية إنما الإعجاب إنما يكون في الشيء المفاجأ، في الشيء الذي يرى لأول وهلة، كرجل تعودت عليه، تعودت أن تراه في سيارة عادية، ثم ما لم يلبث إلا ورأيته في سيارة فارهة، فهذا الذي رآه يصيبه شيء من الدهشة، فينقلب هذا إلى عين. فقول الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، حمله على الحدة والبغض والكراهية من قبل كفار قريش للنبي أولى عندي من حمله على العين، وإن قال بهذا كثير من العلماء. فعلى هذا من أخذ بالرأي الثاني جاز له أن يقرأ على من يغلب على الظن أنه معيون، ومن لم يره فلا وجه لقراءتها. نأخذ سؤال أخ عبد الله ثم نعود لسئلة الأخ أيمن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، الله يحفظك. السؤال، كثير من الناس إذا قرأ القرآن نجده في آيات الموت والوعد والوعيد يبكي، لكنه في آيات التفكير وعظيم خلق الله وصنيعه وبديع أمره لا يبكي ولا يلق قلبه ولا تدمع عينه. فما أدري تاريخ فضيلتكم على هذا الأمر. أبشر يا شيخ عبد الله. طيب، نفي الآن إلى سؤال الأخ أيمن. الأخ السؤال الثاني من أسئلة السؤال الأخ أيمن كان يقول يريد تعليق إيماني على قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أصل المسألة أن يعرف أن هذا الدين قائم في أصل الله. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى الإحسان إلى الخلق، وقد قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالنفوس جبلت على حب من يحسن إليها.
النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. على هذا قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأسعد الناس برحمة ربنا تبارك وتعالى، أسعد الناس برحمة ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين ملئت قلوبهم إخلاصا ومراقبة لله جل وعلا، واكتسوا بحلل العطاء والإحسان إلى عباد الله ومن حولهم من الناس، اكتسوا بحلل العطاء والإحسان إلى الناس، هؤلاء أولى الناس برحمة الله جل وعلا، كما قال ربنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأخ عبد الله سأل عن أن بعض الأئمة إذا ذكروا الموتى أو الوعد أو الوعيد أو الجنة أو النار بكوا ورقت قلوبهم، لكنهم إذا ذكروا ما لله من كمال الصفات وما أثنى الله به على نفسه يراهم غير ذلك. فأما بكاؤهم من أجل الموت أو الوعد والوعيد والجنة والنار فهذا لا نثرب عليهم فيه لأنه من القرآن والبكاء فيه محمود، المهم أن لا يكون هناك صراخ ولا عويل. وأما البكاء وأما عدم البكاء من عند ذكر الله جل وعلا وثنائه على ذاته العلية فهذا غير محمود ألا يبكى، وإنما إذا قدر للإنسان أن يتباكى أو أن يبكي إذا ذكر الله جل وعلا ومدح وأثني عليه تبارك وتعالى وذكر عظيم خلقه وجليل قدرته كان أحرى وأولى من الأول، كان أحرى وأولى من الأول، لأن أعظم العلم العلم بالله، لأن أعظم العلم العلم بالله. نأخذ الأخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيد الشيخ. الله يحييكم. نسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير إن شاء الله وصالح. آمين آمين. سيد الشيخ عندي سؤال، اللي هو الآن نرى في الإعلام بشكل عام نجد من يتحدث الوسطية، كل من يكتب الآن في الإعلام للأسف يقول مثلا لديه بعض الإشكالات في مصطلح الوسطية ويظن بأن ما يكتب به هو ما يمثل به الوسطية. السؤال هنا لماذا لا نرى من الدعاة أو العلماء شرح وافي وكامل لعقيدة الوسطية حتى يتبين لدى الجميع من قراء ومتابعين ومثقفين في الإعلام حتى يرى من الداعية روح الوسطية من خلال ضوء الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خيرا. شكر لك أخ عبد العزيز. طبعا أجزى الله مثوبتك يا أخ عبد العزيز، ما طالبت به حق، والحق أننا معشر طلبة العلم وبعض العلماء والدعاة مقصرون جدا في هذا الأمر، ولم يعني هو ربما تكون بالمسلك الوسطية أولى، لكن يوجد كتب مثلا تتحدث عن السابق كيف أن أهل السنة وسط ما بين فرقة كذا وفرقة كذا، لكن الناس اليوم يسألون عن الوسطية لا عن جانبها النظري لكن عن جانبها العملي. ومن حيث الجملة فلا ريب أن دين الله بين الجافي عنه والمغالي فيه، لكن يوجد أقلام بعيدة جدا عن الإسلام وهي تجعل من هذه الكلمة الوسطية طريقا إلى أن تبث ما تريد أن تبثه، ويوجد أقلام يمكن تصنيفها على أنها قلم إسلامي، ولا أعين أحدا بذاته ولا أذكر أحدا بعينه، لكنها تأتي بأمور بعيدة جدا عن منهج الكتاب والسنة، ويقول وإن كان هذا قلة أنها وسطية، يعني معون إلي على أنه وسطية. لكن كلمة الوسط ليست قضية النقطة التي المسافة ما بينها هنا وها هنا واحدة، لا ليس هذا المقصود، وإنما العدل الخيار هو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. لكن يقال لا مشاحة في الاصطلاح، والمسألة طويلة جدا، وكنا قد تحدثنا في بعض برامجنا عن قضية الوسطية، لكن كما قلت هي ألبست لباسا كثر، وأصبحت تقدم برامج أو أحيانا أتاح حلقات خاصة في بعض البرامج الإعلامية، وكل يدعي أن الصواب معه، ولا ريب أن غالب الصواب متفرق، لكن من فقه الكتاب والسنة وعمل بما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجيل القرون المفضلة كان وسطا بلا ريب ولا شك، لكن نحتاج إلى أن نفقه جيدا
فلا نحتج بالجزئيات، أي طرف يعني لا يجوز له أن يحتج بالجزئيات، وإنما ينظر للمحتج به من الدليل في سياقه العام حتى يفهم ويعرف دين الله جل وعلا على النحو الأتم والوجه الأكمل والهادي هو الله. يكتفى بهذه الأسئلة إذا أذن الإخوان في الكنترول، ونفي إلى الدرة التاريخية والأدبية ونجمع بينهما اليوم. هناك ما يعرف بالمعلقات وقد تكلمنا عنها كثيرا في حلقات مرت، لكني اليوم سأختار أبيات من المعلقات ثم أعلق عليها أدبيا وتاريخيا، وهي تبين لك صورة الحياة الاجتماعية قبل الإسلام. فمثلا عنترة بن شداد أحد أغربة العرب، كان أسمر اللون لأن أمه لم تكن بيضاء. عنترة عرف بشجاعته، وشجاعته أشهر من أن يعرف بها إلى اليوم. من يراد أن يثنى عليه بالقوة قيل له عنتر، ومن أراد أن يخوف قيل له جاءك عنتر. لكن هذه المعاني لا حاجة لي لأن أطرقها، لا تليق حتى بالمقام، لكن سأطرق كيف كان يفكر هذا الرجل. يقول في بيت له: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. هذا من معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غضيض طرفها، طيب العناق لذيذة المتنسم. هذا الشطر أشك في قوله الآن، إلى أن قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي. هذا كله من المعلق. أنا أريد أن أقف عند قوله وحليل غانية، الواو رب والمعنى رب حليل غانية. ما معنى حليل غانية؟ نبدأ بالمفردات قبل أن نبين مراد عنتر. الحليل الزوج، ويقال للمرأة حليلة إذا كانت متزوجة لأنها هي حلال له وهو حلال لها. والغانية من استغنت بجمالها على أن تتزين. وحليل غانية تركت مجدلا، المجدل المصروع على الأرض، المقتول المصروع على الأرض. تمكو فريصته، تمكو يعني تصفر، يعني يطلع منها صوت صفير. تمكو فريصته، الفريصة لحم ما بين الكتف والصدر، ولهذا يقال لمن فزع ترتعد فرائصه، وليس في الإنسان إلا فريصتان يمينا وشمالا. تمكو فريصته كشدق الأعلم، الأعلم الإبل الجمل، ويقال له أعلم لأنه يأتي مشقوق الشفة العليا منه، وهذا معنى أشدق. يصبح معنى هذا معنى المفردات البيت. معنى البيت هو يريد أن يقول يبعث برسالة لعبلة في أن إن كان غيري قد ضيع نساءه وجعلهن عرضة للسبي والعار فأنا غير ذلك. يعني عندما قتلت رجلا، هذا وصفه وهو زوج، ما الذي سينجم عن قتله؟ أن تسب امرأته. فانظري كيف أنني أحفظ حرماتي، أحفظ نسائي ولا أعرضهن للقتل. هذا المعنى البعيد الذي أراده عنترة. وحليل غانية تركت مجدلا قتلته. ثم انظر إلى قوله تمكو فريصته، الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما المكاء؟ الصفير. وهذا يعينك على فهم القرآن، فهم لغة العرب. يقول تمكو فريصته، أي أن هذه المنطقة تحدث صفيرا وقت أن أطعنه وتخرج الطعنة منه. فهو لا يريد أن يبين لك أنها تحدث صفير، هذا أمر معروف، إذا طعن المقتول في هذا المقتل ثم خرج الرمح يحدث صوت، لكنه أراد أن يبين أنه فارس يعلم أين المقاتل والمطاعن التي يطعن بها عدوه، فيطعنه في مكان يقتل. هذا الذي أراده، أنه كما أنني أنا رجل عفيف أحمي الذمار، إلا أنني عند لقاء العدو أعرف أين الطعن وأعرف كيف يقتل الخصم. تصفر
تمكو فريصته كشدق الأعلم الجمل إذا هدر يحدث مثل الصفير. فهو يصور أو يبين صوت الطعنة عندما يرمي بها ثم تخرج يخرج أثرها وما يحدث من صفير من ذلك المقتول، كذلك الجمل حينما يهدر. هذا ما أراده عنترة. لكن ما الذي دفع عنترة إلى كل هذا؟ الإنسان حتى يبني مجدا لا بد له من باعث، وقد قال أهل الأدب والنقد إن أعظم باعث تحلى به عنترة، يعني أنا لما نأتي يقول عمير بن الحمام، ما الذي يدفعه إلى أن يرمي التمرات ويقاتل؟ لا يمكن أن نقول العبودية وطلب الرزق وطلب الرق الخروج من الرق، لا، إنما إيمانه بالله وتصديقه برسوله صلى الله عليه وسلم ويقينه أن وراء هذا الموت شهادة وأن الشهادة وراءها الجنة، هذا الباعث عند عمير بن الحمام عند شهداء المسلمين. لكن عنترة لم يكن يرجو جنة ولا يخشى نارا، لا بد له من باعث. ما الباعث؟ أن ينسلخ من ثوب العبودية وحبه لعبلة. وهذا يبين لك الرجال قديما عندما كانوا يحبون يتعلقون بالنساء ماذا يصنعون؟ يأتون لمكارم الأخلاق يتحلون بها حتى يعظم في عين من يحب فتحبه. وهذا لا حاجة أن أستشهد لك ما الذي يفعله من يقع في مثل هذا اليوم حتى يعظم في عين من يحبها، فلا هي تفقه من تحب ولا هو يفقه كيف يتزين لمن يحب إلا قليلا. المهم لا نريد أن نتكلم عن حال الناس اليوم، نعود إلى عنترة. فهذا البيت يصور لك بعضا من الحياة الاجتماعية زمن عنترة. نزدلف إلى قصيدة أخرى، عمرو بن كلثوم تغلبي. قبل أن ننتهي من عنترة، عنترة عاصر حرب داحس والغبراء، عاصر حرب داحس والغبراء لأنه من بني عبس وكانت بين بني عبس وذبيان. حرب البسوس كانت بين بكر وتغلب، وعمرو بن كلثوم تغلبي، وقد قال في تغلب نونيته الشهيرة المعلقة التي أضحت مجدا تليدا خالدا لتغلب، حتى قيل ألهابني تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم يفي إلى بيت ذا عزة ومنعة، مهلهل جد أبوه كلثوم جد وعتاب، ورثت مهلهلا والخير عنه يقول. المقصود في أبياته قال: فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنى بالملوك مصفدين. يقول إن الحال بيننا وبين خصومنا من بني بكر يختلف، فعندما يتمكنون في النزاع، هذا معنى فصالوا صولة في من يليهم، أي من أعدائهم سواء من تغلب أو من غيرهم، ممن هو قريب منهم في ساحة المعركة أو في الديار، فصالوا صولة في من يليهم، ونحن مثلهم، وصلنا صولة في من يلينا، حاربنا خصومنا. لكن انظر الآن إلى الهمم كيف تتفاوت. قال: فآبوا، أي رجعوا. لماذا؟ بالنهاب وبالسبايا، أي ليس لهم هم إلا الأموال. قال عن نفسه وعن تغلب: وأبنى بالملوك مصفدين. وهذا يبين لك فارق الهمة، وأريد أن يمدح قومه، أي انصرفت هممهم إلى الأموال وانصرفت هممنا إلى الرجال، بل وإلى أعالي الرجال وهم الملوك. وهذا مدح في غاية العلو والذروة، لأن الطريقة فيه ليست بطريقة مباشرة. وأكثر ما يكره في الشعر والأدب وحتى المدح الشيء المباشر. نعم له أحوال أحيانا لا نستطيع أن نعمم، لكن في الغالب الشيء عندما لا يكون مباشرا يكون أقرب للنفس، حتى في طرائق العرض، حتى في طرائق الكلام، حتى في طرائق المخاطبة مع الآخرين. فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنى بالملوك مصفدين. نأخذ من قصيدة ثالثة، الأعشى، ويقال له أعشى قيس، وهو الأعشى الكبير الذي إذا أطلق يراد به وهو جاهلي أدرك الإسلام لكنه لم يكتب له أن يهدى، ومات بعد عودته من مكة إلى منفوحة سقط من جمله. الأعشى يقال له صناجة العرب، ومعلقته مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، إلى آخر الأبيات، ولا حاجة لذكرها، ذكرت مرارا ثم هذا الإكثار منه يعني لا ينفع. نعود قبل أن نذكر البيت الذي الأبيات التي نريد أن نختارها، نقول كان فيهم شيء عجيب، وهو قضية أنهم
يعنون بالمرأة إذا كانت ذات كسل، هو يقول في معشوقته: إذا تعالج قرنا ساعة فترت، إذا تعالج قرنا ساعة فترت. القرن تسمع يقولون شعر المرأة قرون ضفائر يعني، فهي يقول مجرد ما أنها تضفر شعرها وتمكث قليلا يصيبها شحن، يعني تتعب تعجز يظهر صوت نفسها. كانوا يحبون مثل هذه من النساء، هذا شيء غريب منهم، لكن أنا أتكلم كيف يفهم شعر العرب. إذا تعالج قرنا ساعة فترت، وذكر أبيات أخرى قلت لها هذا مجال، وأعود إلى الأبيات. قال: ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. قال أبو عبيدة أحد أئمة اللغة: لم يقل في الروضة أبيات أبياتا، لم يقل في الروضة أبيات أفضل من هذا. ماذا أراد الأعشى أن يقول؟ هو طبعا يريد أن يشبه معشوقته، لكن هذا نحن بمنأى عنه، نتكلم عن قضية الروضة. الروضة الأرض الخضراء التي هي أهل لأن تسقى وتزرع، وتكون الروض على قسمين: إما في أرض غليظة مرتفعة، وإما في أرض مخفوضة، إما في أرض مخفوضة وإما في أرض عالية. إذا كانت في أرض عالية تكون أطيب، لهذا قال: ما روضة من رياض الحزن معشبة، الحزن يعني الأرض الغليظة المرتفعة، جاد خضراء جاد عليها مسبل هطل، تعودت أن تسقى، يضاحك الشمس أي يراقب الشمس منها أي من الروضة، كوكب شريق، ليس الكوكب الذي في السماء، إنما الكوكب يطلق على عظيم النبت، يعني عظيم الزرع إذا اجتمع يسمى كوكب، كوكب شريق، شريق يعني ريان، كوكب شريق، مؤزر يعني ما تقول إزار يغطيك، مؤزر بعظيم النبت مكتهل أي أنه زرع أخضر تراكم بعضه على بعض، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. الزرع النبت لا يكون حسنا في وقت أفضل من بعد العصر إلى العشاء، أو يقول إلى المغرب، لأن في زمانهم قل ما يرى إلا في ليالي البدر. لكن هو يقول أن هذه الروضة على هذا الحسن الذي فيها ليست بأفضل من المرأة التي أحب. وقد كانت يعني هذه الهمة في النساء. السهيلي رحمه الله لما ألف كتابه في السيرة أسماه الروض الأنف، الروض الأنف، أنف يعني ليس كل أحد يرعى فيه، ليس كل أحد يقدر عليه، يعني يقول: ألفت كتابا في السيرة قلما تلقى نظيره. وأنا أقول قد قرأت الكتاب أنه من أكمل الكتب وأفضل المصادر في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فجعل القلب على أنه رياض كذلك منحا، قاله بعض الشعراء مثل كثير عزة: باحت حما لم يرعه الناس قبلها، وحلت تلاعا لم تكن قبل حلتي، في تأيته الشهيرة. هذا ما يمكن أن يقال حول قصيدة الأعشى ومعلقته والأبيات التي اخترنا منها، حاولنا أن نجمع فيها ما بين التاريخ والأدب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.